السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مس هالة اسماعيل من أكاديمية إيديو ستيج للتعليم الأونلاين. النهاردة بإذن الله هنتكلم في حاجة معلومة بسيطة خالص من خلال تدريسي للأولاد الصغيرين والبنات الصغيرين، أنا لاحظتها فحبيت إن أنا أنصح كل أم وكل أب مهتم بتعليم أبنائه بالمعلومة دي. الأولاد بيملوا دايما من المذاكرة تركيزهم بيفصل بعد وقت قصير جدا من المذاكرة، فالأم والأب يشتكوا ويقعدوا يضغطوا على الطفل إنه لا ذاكر لا ذاكر. لا، ما تضغطيش على ابنك، وخاصة إذا كان في المراحل الأولية من التعليم، على إنه يذاكر طالما تركيزه فصل. طب هل نسيبه خلاص نسيبه ما يذاكرش؟ لا، وإنما ممكن نعمل له فاصل بلعبة جميلة زي اللي أنا عرضها لكم. لعبة المتاهة بتقوي الذاكرة جدا على فكرة عند الطفل، انه يعرف هو بدأ منين وهينتهي فين. العاب المتشابهات صورتين، وقول له ايه المتشابهات من الصورتين. العاب الاختلافات برضو صورتين، ايه الحاجات المختلفة بين الصورتين. كمان العاب ان انا اجيب له صورة فيها مثلا مرسوم شكل بنت شكل ولد وناقص ايد ناقص رجل ناقص عين، ناقص تفصيلة صغيرة في الرسمة، ونقول له تتوقع يكون ايه اللي ناقص وتكمله. الألعاب دي بتبقى مسلية جدا، بيتبسط منها الأولاد جدا، وفي نفس الوقت بتقوي الذاكرة والتركيز وقوة الملاحظة والانتباه عندهم. يبقى احنا ضربنا عصفورين بحجر واحد، ما ضيعناش وقت، وفي نفس الوقت خلينا الأولاد يتسلوا. جزاكم الله خير، أتمنى تكون المعلومة استفدتم منها. ما تنسوش تعملوا للفيديو لايك وشير ومتابعة، وجزاكم الله خير. مع تحيات إيديو ستيج للتعليم الأونلاين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.